السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأريك كيف تبرمج كاميرا المراقبة ويرلس اي بي كاميرا ومشاهدتها يعني مع الهاتف. اذا اول شيء يجب ان يكون هذا الهاتف يعني غير المرة الاولى يجب ان يكون هذا الهاتف مشبوك مع شبكة الواي فاي الذي ستستعمله لهذه الكاميرا. إذن قبل الشرح عزيزي المشاهد أدعوك إلى الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوصل بكل جديد من قناة هشام للتقنية. إذن سأوصل هذه الكاميرا بالتيار الكهربائي. بعدها سأذهب إلى بلاي ستور ثم أقوم بتنزيل تطبيق الإكس مي. إذن هذا هو التطبيق. بعد تحميله نقوم بفتحه. إذن الكاميرا يعني تخبرنا بأنها موصولة بالتيار الكهربائي. إذن بعد فتح هذا التطبيق نذهب إلى يسار الهاتف هنا بهذه الخانة ثم بعدها نضغط على هذا العلم الزائد وبعد ذلك كونفيغوراسيون واي فاي. هنا ندخل يعني المود باس يعني كلمة المرور الخاصة ب الروتر الذي لدينا. إذن بعد ذلك نضغط على اوكي ثم اوكي مرة اخرى ثم نضغط على هذا الزر الذي مكتوب عليه ريست هنا نضغط حتى نسمع هذه الرسالة. إذن بعد ذلك تخبرنا هذه الكاميرا أنها يعني تم العثور عليها. نضغط على هذه الكاميرا هنا ثم نضغط على أوكي وبعدها على أجوتي. هنا إن أردت أن تضع كلمة المرور فضع كلمة المرور خاصة بك وإن لم يعني ترغب في كلمة المرور نضغط على أجوتي. إذن هو يبحث عن الكاميرا ثم هنا نضغط على هنا وها هي الكاميرا. إذن وها هي الكاميرا كما نشاهد تشتغل بشكل جيد. هنا لدينا الكثير من الإعدادات يعني لتحريك الكاميرا. نقوم بالضغط على هذا الزر يعني هذا الزر الذي هنا ثم نقوم بتحريك الكاميرا هكذا هكذا إلى الأعلى إلى الأسفل. وأيضا إذا أردنا يعني سماع صوت نضغط هنا على هذا الزر. إذا نسمع الصوت يعني يتكرر. ويمكنك البحث في هذه الإعدادات لتتعرف على المزيد. هنا لمشاهدة الفيديوهات المسجلة على الكاميرا يعني نقوم باسترجاع التسجيلات يعني وستكتشف باقي الإعدادات هنا بهذه الواجهة. إذن هذا كل شيء وإلى فيديو آخر إن شاء الله.